راضي موضوع سعر الفايدة ورفع سعر الفايدة على مدار الفترة اللي فاتت لغاية الرقم الأخير اللي احنا شفناه في الفترة ال 2% اللي شفناهم في الآخر دول، هل ده جاذب للطروحات القادمة؟ يعني هل ده ممكن يؤثر في جاذبية الطروحات القادمة؟ الرد على السؤال القصير هو لا، مش هيأثر، وهستدل بمؤشر اي جي اكس 30 النهارده شغال على الهاي بتاعه، فده الرد القصير. الرد الاطول شويه، لو جينا بصينا على اسعار الفايده هتلاقي ان في حاجه غريبه بتحصل في مصر. اسعار الفايده 3 اشهر اعلى من اسعار الفايده 6 اشهر و9 اشهر وسنه، فده بيدل. وطبعا لو بصينا على اسعار فايده بتاعت سندات 3 سنين و5 سنين هتلاقي اوطى من كده بكتير كمان، فده ان يدل على شيء، يدل على ان التوقعات لدى السوق والمستثمرين في السوق ككل ان اسعار الفايده هتنزل بسرعه في خلال من 6 اشهر لسنه. دي التوقعات اللي احنا ممكن نقراها حتى من بصيتنا لاسعار الفايده اللي في السوق. علما بان اي مستثمر في طروحات زي البرنامج اللي بتاع الحكومه بيكون باصص على الاقل 3 5 سنين قدام، فالمهم العبره هنا بالاسعار الفايده اللونج تيرم مش الشورت تيرم خالص. تمام، وانت حضرتك شايف ان اللونج تيرم هيقل؟ لو اتكلمنا عن اتفضل. مش بس انا اللي شايف، يعني هو البنك المركزي دي السياسه اللي هو متبعها واحنا شايفين كده طبعا، يعني ان الوضع ده وضع مؤقت علشان التضخم اللي بيحصل مع التعديلات في الاسعار اللي بتحصل، وده يعني على اخر السنه هيتغير تماما المنظر. طيب انا عايز ختام، وما ننساش برضو ان اي طروحات عايزه تجهيز 6 اشهر على الاقل طبيعي.